لا طبعا، هو بصراحة المحتوى بتاع أستاذ سامح سند غني على التعريف، هو بيفهم قوي وبيعرف يشوف الـ 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 الأفكار. طبعا هو أي محتوى بيكون ليه قيمة وناجح والناس بتتابعه، هو بيفرض نفسه. لا بتفرج بس بخف الحقيقة. ستايلس دنيا عبد المعبود، بنرحب بيكي معانا. عرفنا ان القصة الكاملة هي انت صاحبة الفكرة، يعني انت احنا موجودين في اليوم ده كله بفضلك. لا طبعا، هو بصراحة المحتوى بتاع أستاذ سامح سند غني على التعريف. أنا من الناس اللي بتتابعه من زمان ومعجبة بالمحتوى بتاعه، لأن هو مختلف. يمكن في ناس كتير بتقدم المحتوى اللي شبه أنه بيتكلم عن جريمة الحقيقية، لكن سامح مختلف في طريقة سرده، وده كلام كل الناس مش كلامي أنا بس. فبما أني متابعة جيدة لي من زمان، فشفت أن أنا حبيت أنه المشروع ده لما اقترحت على مجدي الفكرة، طبعا تحمس جدا وابتدى يشوف الفيديوهات وشاف فيها حاجة مسج ممكن بنقدمه، أو مش عايز أقول توعية يعني، بس هو هيكون عمل درامي مسلي وفي برضو وجهة نظر اجتماعية. خدت وقت قد ايه علشان تقنعي استاذ مجدي بالفكره؟ immediately. لا خالص خالص خالص، هو بيفهم قوي وبيعرف يشوف الـ الافكار، ويقدر يعرف هو دي ايه المسج منها ودي تتعمل ازاي. فبصراحه لا، هو بيعرف يكتشف المواهب. تبع اول السوشيال ميديا، فهل في مثلا ممكن نشوف حاجه تعرضيها الفتره الجايه على استاذ مجدي من المحتوى اللي بيتقدم على السوشيال ميديا غير سامح؟ طبعا هو اي محتوى بيكون ليه قيمه وناجح والناس بتتابعه، هو بيفرض نفسه. يعني زي ما سامح كان بيقول ان هو عمره ما طلب من حد يعمل فولو او لايك للفيديوهات بتاعته، هو واصل للناس كلهم من غير اي مجهود منه. فدايما المحتوى الفاليو هو بيفرض نفسه، مش انت اللي بتدوري عليه. ايه اكتر قصه من بين القصص دي كلها انت متحمسه انت تشوفيها؟ في قصه بني مزار وفي قصه انهار. انا اتفرجت على يمكن معظم القصص، بس دول اكتر قصص عجبتني. دنيا في الحياه بتخاف من الافلام والمسلسلات الرعب ولا بتتفرج قلبها جامد؟ لا بتفرج بس بخاف الحقيقه. لا بخاف جدا، بخاف جدا جدا. نشوف لك دور بقى في المسلسل ده بقى كستايلست او كتمثيل؟ لا ما افتكرش كتمثيل، بس في الستايلينج ممكن. كتمثيل بقى مش ممكن نشوفك في اي دور بعيدا عن المسلسل اصلا الفتره الجايه وكده، ولا انت كل تركيزك على الستايلست وبس؟ لا في الحقيقه انا كل تركيزي في المجال بتاعي، انا بحبه وحابه ان انا اكمل فيه، لان انا ابتديته من 15 سنه، وانا خريج معهد سينما اوريدي قسم ديكور وازياء. فانا بحب شغلي وبحب مجالي، وما افتكرش ان انا هفكر في فكره التمثيل. صراحه يعني ليكي تطشات كده مميزه قوي، يعني حتى يوم فرحك كنت لابسه اسود، فدي حاجه احنا استغربناها. لا هو في الحقيقه انه في معلومه غلط، انا ما كنتش لابسه اسود، انا كنت لابسه تو اوتفيتس، هو الصور اللي نزلت كانت من الاوتفيت الثاني، لكن في الاول كنت لابسه دراس ابيض اوريدي. يعني بس الاوتفيت الثاني كان اسود برضو؟ لا دراس ابيض اند ذن الاسود، فكنت لابسه اثنين يعني. اسود اصلا في اليوم ده؟ لا خالص، يعني هو الدراس